السلام عليكم الأخوات الغاليات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوجبة اللي زوينة في هذه الأجواء ديال فصل الشتاء، كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. إذا بسم الله على بركة الله، كنبداو بالمقادير اللي عندنا ديال هذه الوصفة. عندي البطاطا ما كتشوفوا معايا على حسب أفراد العائلة أو أفراد الأسرة، 4 البطاطات، جوج كبار ودرت جوج صغيرين. عندي واحد البصله مشلضه غنشلضها، وعندي الكفته اللحم المفروم على حسب الكميه كما قلت لكم. بالنسبه للمقادير ديال لا بيشاميل، عندي 2 معالق كبار ديال الطحين الفورس الابيض، عفوا الدقيق الابيض، وعندي 2 معالق ديال الزبده كبار. يعني العطريه عندي الملحه، وعندي الفلفل الاسود البزار، وعندي القزبر حبوب مطحون، وعندي الفرماج 2 حبات ديال الفرماج، وعندي 2 فصوص ديال الثوم، وعندي الجوزة قليل من الجوزة. كما كتعرفوا انها كتعطي واحد لوغو خطير لا بيشاميل. اذا على بركة الله غادي نبداو في التشلاط ديال البصلة. اذا البنات، من بعد ما قطعت البصله غنوضعوا واحد المقله، وغنوضعوا فيها البصله تتشحر لينا مزيان. هاد الكراتان كيجي رائع، كيجي خفيف وزوين. كنضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود ولا البزار، من بعد كنضيف الثومه حتى هي باش تشحر مع البصله، باش تلق لينا النكهه ديالها. اللي عندو ثومة بودر يديرها حتى هي كتجي زوينة. غنضيف الثوم، اذا بقاو معايا شحال لينا البصله ونرجع معاكم. اذا البنات، من بعد ما نزلت لينا البصله كما كتشوفوا معايا، انا ما كنطيبهاش بزاف باش كيبقى داك لو كروستيون ديالها في الكراتان. كنضيف لها الكفته، هذا الشكل هذا، وكنخليوها تشحر مع البصله ديالنا والثومه. في هاد الاثناء البنات كنجيبو واحد الكسرونه باش نقادو البيشاميل ديالنا. بما ان الكفته ديالنا والبصله كتشحر والبطاطا ديالنا كتسلق، كنضيف الزبده، كنضيف الزبده حتى كدوب لينا مزيان. من بعد ما دابت لينا الزبده على هذا الشكل هذا، كنضيف لها الطحين، 2 معالق ديال الدقيق الابيض والبزار والملحه. كنخلطو مزيان،
العناصر حتى كتنبان بنينه. كنبداو نضيفو الحليب، نخلطو مزيان حتى ما كيبقاوش يبانو لينا دوك الصبيبات ديال الطحين والزبده. اذا البنات هذه هي لا بيشاميل ديالنا، انا كنخليها شويه جاريه، كنضيف لها الفرماج اللي عندكم مثلثات ولا كيري ولا اللي كان، كنضيفوا الفرماج وهي باقا سخونه، كنضيفوا لها شويه الفرماج احمر وشويه موزاريلا. كنحك ليها شويه ديال الكوزه كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، غير واحد شويه ما نكثروش. باش كتعطينا ديك النكهه. كنخلط هاد العناصر، اللي بغى يدير النكهه ديال الثوم يديرو، الزعتر، اللي بغى يضيف الكيتشوب يضيفها راه كتجي زوينه. كنقدم معكم واحد الكغاتان اخر ان شاء الله. اذا كنخليوها على جنب تيوجد تتوجد لينا البطاطا ديالنا، ونرجع ان شاء الله في الطبق ديال اللي غيدخل الفرن ان شاء الله. اذا البنات هذه هي البطاطا ديالنا ملي تسلقات لينا، كنملحوها شويه باش ما كتجيناش باسله. واخا ان البيشاميل والفرماج لا هنا كلهم ملحناهم، ندير لها شويه ديال الفلفل الاسود. كنضيف لها واحد الفرماجه هذه اختياريه من بعد. دابا كنمعسوها مزيان، من الاحسن تمعسوها هي باقا سخونه باش ما تقصعش لينا. من فوا كنخليوها تبرد ما كتسمعش ليناش مزيان. اللي ما عندوش بحال هاد باش كنمعسو يمعسها غير بالفرشيطه. كما كتشوفوا راه باقا سخونه من الاحسن، لا اون فوا كتبرد راه ما غاديش تخدم لينا مزيان. اذا غنمعسها مزيان ونرجع معكم. كنضيف داك الفرماجه، ديال البنات كنجيبو المول ديالنا، كندهنوه بشويه ديال الزبده، كنوضع النصف ديال الكميه ديال البطاطا لتحت على هذا الشكل هذا.
باش ما يجيناش الكغاطان ناشف. كناخدو شويه ديال لا بيشاميل، كنوزعوها فوق البطاطا شويه، كنكتروش لان غادي نديروها فوق من الكفته. ناخذ الكفته ديالي غنوزعها على البطاطا، صراحه كيجي رائع وكيجي كيعجب الوليدات الصغار بزاف. ممكن نوزع هاد الكفته مزيان باش تاخد كل جوانب حقها. كنديروا شويه ديال الفرماج مع الموتزاريلا من الفوق. نتمنى يكون التصوير واضح. وكناخذ الكميه ديال البطاطا اللي بقات وكنحطها من الفوق. وكنوزعها كما درت لتحت، الطبقه التحتانيه الاولى ديال البطاطا. نحاول انني نضغط شويه باش تشد لينا. كنضيف لا بيشاميل من الفوق، اللي بغا يديرهم في المول فرديين يديرهم، كيبقى لكم الاختيار. كناخد الفرماج ساندويتش، كنحاول نغطي به الكغاتان ديالنا. طريقه سهله وبسيطه، مقادير في متناول الجميع. اللي ما عندوش الكفته يدير صدر الدجاج او يدير الديك الرومي، نقدروا نديروه غير بالخضره، وكيجي رائع. إذن من في الأخير كنزيد الفخوماج والموتزاريلا من الفوق. نقدروا نكتفيو غير بفرماج ساندويتش بلا ما نضيفو هذا. Thank you.
اذا غادي ندخلو ان شاء الله المول ديالنا او الكغاتان ديالنا ديال البطاطا واللحم المفروم او الكفته، غندخلو ان شاء الله الفران يتكغاتينا من الفوق لان المكونات كاملين عندنا طايبين. غندخلوه الفران يتحمر او يتكغاتينا ونرجع ان شاء الله في الطبق النهائي. بقاو معايا ما تمشيو فين. اذا البنات هذا هو الكغاتان ديالنا من بعد ما كيتحمر في الفران، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رائع. وهذا كغاتان ديال الكورجيت او القرعه الخضراء، شي نهار اخر ان شاء الله ونقدو لكم، كيجي رائع حتى هو في الفران. اذا غنقسم لكم واحد المورسو تشوفوا الطريقه النهائيه ديالو كي كيجي. كيجي رائع، كنتمنى تجربوه ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك واشتراك وتعليق زوين. وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. الى اللقاء.